السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. فقط إذا غطوا على لايك وشاركوا في القناة وعلقوا تعليقات محفزة، وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع عناوين هذه الحلقة. بعد الضجة الكبيرة، نعمان الحلو وفرح الفاسي يفتحان النار على نجوم ألو مايستر. عقب إثارته للجدل، جواد قنانة يدافع عن تطبيق الدفع مقابل إجراء محادثات مع النجوم. إلهام العرباوي أو إيلي تتعرض للانتقاد بسبب لباسها المثير والفاضح. عبد الفتاح الجريني ينشر صورة من ذكريات الطفولة وأسماء المنور تتفاعل معها. غزت تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساخرة كل من الانستغرام وفيسبوك بعد عرض اعلانات تخص تطبيق ألو مايستر الذي يعرض خدمات مكالمة النجوم المغاربة باسعار تتراوح ما بين 800 درهم و 1500 درهم لبضع دقائق. وفي تعليق على الموضوع، استنكر الفنان الموسيقي نعمان لحلو بيع الصور أو الهداءات للجمهور عن طريق شركات مختصة، معتبرا أنها ثقافة مهينة للفنان المغربي والفن عموما. وأشار نعمان لحلو في اتصال هاتفي مع أحد المواقع الإلكترونية إلى أن مثل هذه التطبيقات يمكن تفعيلها بمصر أو لبنان أو أمريكا، حيث تطغى ثقافة النجومية. وغير بعيد عما عبر عنه الموسيقار نعمان لحلو، قالت الممثلة فرح الفاسي في تصريح هاتفي لنفس الموقع أنه لا يمكن مساومة الجمهور من أجل المحبة، واسترسلت قائلة: اتصلت بي مسؤولة بأحد الشركات لتتفاوض معي لقبول بيع التهنئات للجمهور المغربي، وهو الأمر الذي رفضته لإيماني أن الجمهور لا يباع بالمال. وقالت فرح الفاسي: التطبيق يمكن اعتباره استغلال فظيع للجمهور من أجل كسب مبالغ مهمة، بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا. وختمت فرح الفاسي تصريحها بالقول أن أكبر نسبة من الجمهور المغربي أحبون عن طريق أعمالنا السينمائية والتلفزية، لذلك فضلت عدم التسجيل والدخول بالتطبيق. سخرية والسينكار لم تقتصر فقط على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما وصل إلى العديد من الشخصيات في مجالات مختلفة، كأمير رغيب الخبير في الأمن المعلوماتي واليوتيوبرز الذي عبر ساخرا: 1500 درهم لربع ساعة، أنا ما خلصهاش على راسي باش ندوي معها. ومن خلال التعاليق التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، أجمع الرواد على أن الفنان باتت قيمته مقترنة بمبالغ مالية تتراوح ما بين 400 و 1500 درهم، معتبرين أن حتى حبه وارتباطه بجمهوره الذي كان سببا يوما ما في شهرته ونجوميته أصبح مرتبطا بالمال. دفع خبير التجميل جواد قنانة عن تطبيق ألو مايستر الذي أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفض الكثيرين لمتاجرة المشاهير في حب معجبيهم، وذلك من خلال الدفع مقابل إجراء مكالمات مرئية معهم. وخرج مساء يومه أمس المثير للجدل قنانة عن صمته من خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، ودفع عن التطبيق المثير للجدل نافيا صفة النصب التي ألصقها إليه إحدى المتابعين قائلا: أش من نصب؟ وشي حد ضربك على إيدك؟ قال لك سيري هضري مع ذاك الفنان. النصب هو إلى جاج إنسان وقال لك أعطيني رزقي، أنا تنصب عليا ب 40 مليون وسكت، هذاك هو النصب. أما واحد الإنسان دخل ودار الأبليكاسيون وتيليشارج الأبليكاسيون راه هو اللي بغى، وحتى حد ما ضربوا على يده. وأضاف جواد قنانة بأنه لم يوقع بعد مع الشركة المسؤولة عن التطبيق السالف الذكر، مبرزا أنه اكتفى ببعث الفيديو الدعائي لها والذي أعلن من خلاله انضمامه للتطبيق. ويشار إلى أن تطبيق الدفع مقابل إجراء محادثات مع النجوم قد خلف موجة سياء كبرى في صفوف المتابعين، كما عرض عددا من الفنانين المنضمين إليها إلى الهجوم والسخرية، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى الخروج وتبرؤهم منه.
أثارت إيلي نجلة الفنان عبد العزيز الساتي جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عقب ظهورها الجريء والفاضح عبر أحدث منشور لها بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وأطلت إيلي من غرفة نومها بفستان أسود جد قصير مزين بالدونتيل مكشوف الكتفين والفخذين، كما كشفت فتحته الجانبية عن أردافها، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقاد الواسع من قبل المتابعين عبر الإنستغرام. ومن أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الإطار والتي سترونها على الشاشة: من جهة أخرى، اعتبر عدد من المتابعين لإيلي بأن هذه الصورة المثيرة لها سوف تزيد من فجوة الخلاف بينها وبين والدها الفنان عبد العزيز الساتي الذي خاصمها منذ سنوات ولم يشفع لها لا عند اعتذارها المتكررة ولا طلباتها للصلح. ويشار إلى أن إيلي كانت حديث السوشيال ميديا مؤخرا عقب الإساءة إليها من قبل هشام الملولي، وأيضا بعدما تقدم لطلب يدها مقرئ مغربي مقيم بالديار الإيطالية. تقاسم الفنان عبد الفتاح الجريني مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مساء يوم الأحد صورة من ذكريات الطفولة، وعلق الجريني على الصورة التي شاركها مع متابعيه قائلا: الحمد لله من يومنا شعرنا مشعكك لقيت الصورة بالصدفة، قولوا لي نفس الشكل ولا. وقد تفاعل عدد كبير من متابعي الجريني مع هذه الصورة، كما تفاعل معها عدد من أصدقائهم الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء المنورة التي علقت على صورته قائلة: صديقي المشعكك الوعر الله يحفظك طول عمرك ستايلة. أما الفنانة جميلة البدوية فقد علقت على صورة الجريني قائلة: قمر الزمان. ويشار إلى أن آخر عمل فني للجريني كان في شهر أكتوبر من العام الماضي من خلال أغنية لمحاربة مرض سرطان الثدي. بهذا الخبر أقول لكم شكرا أيها الأصدقاء على متابعتكم، ودائما سأتيكم بالجديد. إلى اللقاء.